أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن عام 2017 سيكون شعاره عاما للخير. عندما يفاخر الناس بإنجازات، نفاخر بأننا أبناء زايد الخير. وعندما يتحدث الناس عن تاريخ، نحن نتحدث عن تاريخ من الخير بدأ مع قيام دولتنا. هكذا قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عقب إعلانه عام 2017 عاما للخير، مركزا على ثلاث محاور رئيسية: أولاها ترسيخ المسؤولية المجتمعية، ثانيها ترسيخ روح التطور، ثالثها ترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة. من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بالبدء في تنفيذ توجيهات رئيس الدولة لتفعيل عام الخير وتحديد أهدافه.